الهيتشز او فريكنج او اشكال عمليات التصبين. عندنا اول نوع من اشكال عمليات التصبين، عندنا حاجه اسمها البريدل هيتش. والبريدل هيتش ممكن يبقى تو ليج او فور ليجز او ثري ليجز، يعني ثلاث ويرات او ويرين او اربع ويرات. ودي الوضعيه دي او الهيتش دي بنسميها البريدل اللي ظاهره قدامنا. النوع الثاني من عمليات التصبين عندنا حاجه اسمها الباسكت هيتش، زي ما احنا شايفين قدامنا في الصوره ديت، وهو على شكل فكره الباسكت. النوع الثالث اللي هو بنقول عليه راسه في عبه، وهو التشوكر هيتش، ودي وضعيه التشوكر هيتش. النوع الرابع في الهيتشز اوف ريجنج الفيرتيكال هيتش. ان الفيرتيكال هيتش ممكن يبقى بواير او اثنين او ثلاثه او اكتر، ولكن لابد ان هو يكون بوضعيه راسيه زي ما واضح كده في الصوره ديت. ده بالنسبه لنا اللود او الحمل ممكن يكون فيه وايرين زي بالشكل دوت وبالشكل ده. تعال نبص الصوره مع بعض اوضح. بص كده، لو خدت بالك الصورتين اللي موجودين دول او الوضعيتين دول او الهيتشز ديت، هتلاقي هنا ده اسمه البريدل هيتش وده اسمه الفيرتيكال هيتش. لو خدت بالك الجزء الاصفر والاصفر ده والاصفر ده بنسميه سبريدر بيم، ان لو خدت بالك من وضعيه الوايرات دي بنسميها البريدل، لو خدت بالك من وضعيه الوايرات دي بنسميها الفيرتيكال. وده معناه ان ممكن يكون في اكتر من واير بشكل الفيرتيكال، وممكن يكون في اكتر من واير بشكل البريدل، وممكن يكون في اكتر من واير بشكل التشوكر اللي هو راسه فعلا. وفي بقى بتبقى اشكال متنوعه من عمليات التصبين بتبقى بنسميها الادجستبل هيتش. والادجستبل هيتش كل ليج بياخد وضعيه معينه او ببوزيشن معين، عشان كده بنقول عليه الادجستبل هيتش.